يعني إحنا ليس في صدد وصف حالة معينة، نحن أمام مقترح بقانون يتعلق بإنشاء نيابة عامة متخصصة في جرائم أموال العامة. أما أن أنا اليوم أوصف حالة معينة وإن كانت غير واقعية وغير قانونية، هاي مرفوض. اليوم إحنا أمام مقترح بقانون، ولا زال بقترح بقانون، وإن كان بصيغته هو صيغة مشروع بقانون، ولكن خل أنا أدعو هاي المجلس أن إحنا نوافق على هاي الاقتراح بقانون، ومن ثم يحال إلى الحكومة لإعداد صيغة المشروع بقانون، ومن ثم لما يأتي إلى هذا المجلس طرحوا جميع الأمور وجميع الملاحظات. بل اللجنة التشريعية ترحب بالأربعين نائب، بل بالعكس وخارج هذا المجلس، إن كانت جهات، جمعيات، مجتمع مدني، أهلا وسهلا فيكم. معالي الرئيس، أنا طبعا مع الاقتراح بقانون. أنا أعتقد الدكتور علي يعني قدم هاي الاقتراح بقانون إن لتقنين العملية، ولكن اليوم إحنا النيابة العامة قايمة بدورها على أحسن وجه، ما في شك في النيابة، وكل من أعتقد شاف أدائهم وكل من شاف طريقة أسلوبهم الحضاري. طبعا هذا المقترح في رأيي أنه ما راح يكلف الحكومة أي شيء، لأنه هو راح يكون بس في جهاز وفي تنقلات ويكون في تخصصية. هذا راح يوقف الفساد بشكل كبير. طبعا كل الدول اللي هي تبي تسيطر على الفساد وتوقفه تتجه حق هذا النوع من النيابات، وحتى النوع من المحاكم، وحتى تشريع القوانين، ونتمنى أنه يكون حتى فيها إرجاع للمال العام نفسه، لأنه هو اللي راح يحد الفساد. فإحنا مؤيدين حق هذا المقترح. أنا أعتقد هذا الاقتراح ممتاز، مو بس جيد، بالعكس هو يقوي السلطة القضائية. أنا أعتقد ليس هناك تطاول على اختصاصات أي جهة.